تعرف أسواق ولاية الجلفة حالة من الارتفاع الكبير في أسعار الخضار والفواكه، فرغم توفرها إلا أنها تبقى في غالبية الأحيان حبيسة للرفوف عند الباعة. كان اللي يشري هنا ما قالي كيما صولي راه هو الله غالب عليه، والطماطش راه ب 6000، الحلو راه ب 10000، الدجاج راه 8000، القرش راه 10000، الحار ب 12، الدجاج 8000، على الأقل ناتورال ما كانش، سلعة طبيعية ما كان. في السوق سوق الجمله راه لاحقه حتى ل 8000 وليدي، الترونسبور تاعها الكريه تاعها الامور تاعها لاحقتنا هنا قريب ل 8.5 قريب ل 9000، انا نبيع فيها ب 10000 وخير ربي واحد لا شريكه له. وعلاه في رايك سبب عليها؟ السبب اصحاب القرو هما اللي راهم متحكمين في السوق. واصحاب القرو هذو شكون اللي راهم يتحكموا بهم؟ يتحكموا بهم لي مانداتير غاليه بزاف اخويا، حتى لي فرويش حتى الخضره حتى كل شيء غاليه بزاف. الاسعار ما كانش قاعد شفقك شفقه ما كانش، لا رقابه لا حي ولا اللي طاق على صاحبه ليه. ويرجع العديد من الباعة والمشترين على حد سواء السبب إلى ما أسموه الغياب التام للجهات الفلاحية المختصة وإهمال عديد المناطق التي كانت ممولا كبيرا للسوق المحلية، ما أجبر تزويد السوق من الولايات المجاورة كالجزائر وبسكرة وغيرها، ضف إلى ذلك الاحتكار الممارس من البعض لأنواع من الخضر والفواكه والإهمال الكبير لغرف التبريد. فهمت كيما احنا نقولوا، احنا اولا الجانب الفلاحي احنا عندنا وزاره الفلاحه، احنا نقولوا وزاره الفلاحه ماهيش قائمه بالدور تاعها في التوجيه الفلاحي. احنا رانا نشوفوا الفلاحه كل واحد راه يخدم على حساب واش يحب يدير هو. كاين ناس كاين باغ اكزومبل عام يخدموا البصله كاع، نقولوا باغ اكزومبل يقول لي عندهم فائض تاع انتاج هنا يولوا يلوحوا فيها زرونديه باغ اكزومبل، بالك كون تروح دروك المجبره تلقاها ب 100 درهم يقول لك راني نحلل باش كل يبيع لي زرونديه تلقاها ب 100 درهم، بعد العام اللي يجي من بعده الناس كاع ما تخدمش زونديه تولي تطلع لك ب 10000 فرانك. الحاجه الثانيه نشوفوا احنا الاحتكار، كي نقول لك الاحتكار تاع التجار، احنا باه تلحق ليا ماده معينه قال باغ اكزومبل نعطيك البياض ولا نعطيك الثوم، ملي تخرج من عند الفلاح باه تلحق المستهلك يعني البسيط عقب على خمسه ولا سته تاع لي مونداتير، احنا كي واحد كل واحد يدي 100 درهم ولا 1000 فرانك تخرج بالفرانك تلحقني ب 10000 فرانك. نقول لك بالك باش ما يخدموهاش هنايا غي يجيبوها من الولايات اللي منا ومنا. ايوه يعني ما كانش انتاج، ما كانش اليد العامله والانتاج نقول لك رغم ان هذا ولايه فلاحيه اي صح 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 ولايه فلاحيه يعني اي صح، ولينا بعد ما كنا نمدوا للناس ولينا نجيبوا من عندنا نستوردوا اي صح. الفلاحه في ولايه الجلفه يعني انعدمت تماما، احنا كي نقولوا احنا نشوفوا في الاحصائيات النسبه يعني الولايه المستفيده اكبر من دعم الفلاحه هي ولايه جلفه، حتى كاين بعض الناس يقول لك كاين يعني ناس مسؤولين داو منا كاين اللي دا حتى 3000 مليار. كي نقول لك انا 3000 مليار عاش معناها 3000 مليار يعني ولايه جلفه كامل تردها لك جنه، ولكن وراه كيما نقولوا حنايا العمل تاعها ما كانش. روح شوف عندنا النتيجه ما كانش، شوف احنا عندنا في زكار عندنا احنا واحد الرمان يقولوا له سنين علوج هذا في الوطن ما تلقاهش، ولكن احنا به الاهمال الفلاحي وما كان السياسه كي نقول لك التوجيه الفلاحي ومراقبه تاع وراهم ما كانش. احنا الرمان هاو انعدم في جلفه، المشماش عندنا في مسعد راهم يخدموا الفائض تاع المشماش راهم يلحوا فيه، جوج عندنا جماعه من قاوس من باتنا يشرو فيه ب 100 درهم 60 درهم ومن بعد يديروا الصناعه التحويليه وراها زيد ومن بعد يبعثوا لي كونفيتير يحسبوا لي ب 12000 القوطي. نزيدك باغ اكزومبل عندنا شلاطه، احنا عندنا هاي الزينه، شوف كاينه عندنا الزينه عندنا الشارف عندنا المعلبه عندنا الشارف هاي وين السد نورمالمون كان يمول فيهم السد تاع سكروا عليهم السد وقال لك رانا دايرين تربيه المائيات مش من تربيه المائيات. عندنا هاي باغ اكزومبل هنا عندنا عندنا مسكه عندنا الزينه، الزينه نطلقوا عليها لوزين تاع الجلد حنايا الزينه وطلقوا لها لي برودوي شيميك هذيك راك عارف راه حتى عندنا رانا داروا بعض يعني اعلاميا كما انتم بارك الله فيكم داروا يعني تحاليل قالوا بلي نسبه السرطان راه بارك الله فيك نسبة السرطان راه من وزين الجلد هذا، يعني وزين الجلد هذا واش عاطيني. فمنطقة المجبار التي زارتها كاميرا نوميديا نيوز ومنطقة المعلبة التي كانتا في السنوات الأخيرة من بين أكبر المناطق صبا للخيرات على الولاية هي الآن تعاني بسبب تلف المحاصيل لانعدام الإرشاد الفلاحي وهجر عديدهم المكان نزوحا للمدينة، وتعجز هاته الأخيرة في غالب الأحيان عن تزويد نفسها ناهيك عن عاصمة الولاية. هذه اللي راه هنا وعلى راه فازده كما فازده المكانيات نتاع الدواء ما عندناش مع الناس الدواء غالي يسوى من طالب 200000 وراهم يقولوا بلي انا نعاون لكم بالدواء يا خويا يلعنوه يورونا لم العطاوه ودرك يتي بعد اللي تقسمت ولات الناس تخدم فيها كما هكذاك تولد العجب اي حاجه تنجح به مثلا اذكر لي دير الشجرة تنجح 100% دير الزرندية تنجح 100% دير الزرع 200%
اي حاجه في الخضره ما عدا حاجه هنايا اللي ما جربناهاش، الكيفرول اللي ما جربناهاش، هذاك اللي ما درناهش ما حسبش تجربه، ما درناش احنا عندنا منطقه المزبارة وينها من اللي مستفيدين بها مش عارف.